أحلام تتسبب بانفصال فتاة عن حبيبها، خلي يذلف الكلب، انهارت بالبكاء وما قامت به غير متوقع. تبي مني عيوني بس. نشرت إحدى المعجبات بالفنانة الإماراتية أحلام الشامسي محادثة جرت بينهما على تطبيق إنستغرام توثق مواساة أحلام لها بعدما تركها حبيبها. وفي التفاصيل، فقد أرسلت الفتاة للفنانة الإماراتية رسالة قالت فيها: أم فاهد ردي، لترد عليها أحلام: إيه أمي. وهنا طلبت الفتاة المواساة من أحلام قائلة: أحبه يا أم فاهد، ويهددني أنه يروح عني، واسيني أمانة. فما كان من الفنانة أحلام سوى أن ترسل لها مقطع صوتي وهي تغني لتعود وترسل لها خلي يذلف الكلب. أمير كنت حر وروح ترى ما هو. وعلى صعيد آخر، فقد نشر رجل الأعمال ومتسابق الراليات مبارك الهاجري زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مقطع فيديو لهما من داخل إحدى المحلات التجارية. وفي التفاصيل، ظهرت أحلام وهي في قمة السعادة بعدما اشترى لها زوجها مبارك الهاجري هدية باهظة الثمن. وعبرت أحلام عن شكرها بعدما احتضنته، ومن ثم صعدت على صوفة كانت بالقرب منهما من أجل تقبيله. وكان واضحا في الفيديو الحب والرومانسية المسيطرة على هذه العلاقة منذ سنوات، وهذا ما أشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي متمنين للثنائي الفرح والسعادة دائما. وانتشر منذ أسابيع مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أثناء قضائها إجازة مع عائلتها. وفي التفاصيل، فقد نشرت صفحة مهتمة بأخبار المشاهير على حسابها عبر إكس مقطع فيديو لأحلام يوثق انزعاجها من تصرفات البعض أثناء سفرها، حيث قالت: طلعت أنا وبناتي للمول، ما قدرنا، كل اللي حوالينا يصورون بشكل فظيع. طيب صوروني أنا، بناتي ما أبي أحد يصورهم، ما أحلل. وطالعين هاي حين تمشى، نزلنا شوي نبغي نروح المول ما قدرنا. وتفاعل الجمهور مع الفيديو، فانقسمت التعليقات على الشكل التالي: أبسط حقوقها صراحة، لكن وش تسوين المرة الثانية، حاولي تحطي حدود أكتر بينك وبين الناس. والبعض الآخر قال: حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية غيرك، فالمفروض هي مشهورة بس يحق لها تستأنس هي وعيالها من غير إزعاج، والمفروض يستأذنون منها قبل ما يصورون. وكان قد تصدر رد الفنانة الإماراتية أحلام على إحدى المعجبات التي طلبت يد زوجها في وقت سابق. وفي التفاصيل، شارك بطل الراليات القطري مبارك الهاجري مقطع فيديو عبر حسابه ظهرت فيه زوجته الفنانة الإماراتية أحلام وهي تطهو السمك، بينما يوجه لها عبارات المديح والغزل: مكاني بين النجوم ما عارف شكل الظما وما. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.